احنا من 70 سنة فاتوا كنا احسن من كده، كانت النسوان بتمشي في الشارع لابسة مينيجيب ما حدش بيقدر يقيم عينه فيها، ولو حد بس قالها بنصور يعني تقول لي عسكري، العسكري المحترم يجي يجر على الاسم. تهمة إذاعة أخبار كاذبة تم وضعها في القانون بغرض معين، الغرض دوت هو الحجر على أي رأي مخالف للرأي الرسمي، سواء كان الرأي دوت رأي سياسي، رأي اقتصادي، رأي اجتماعي. واحد وعشرين ألف شائعة في ثلاث شهور، الهدف منها إيه؟ الهدف منها بلبلة، الهدف منها عدم استقرار. لا أرى على وجه الإطلاق أن في نوع من الاضطهاد الممنهج لبعض الآراء دون آراء أخرى. أنت حر في التعبير عن نفسك ما دام لا تضر بحريات الآخرين، وإذا اختلقت هذه الأخبار الكاذبة هحاسبك سواء كنت صحفي أو غير صحفي.